قاعدين يسمعوا فينا انت ككوميونتي في المانيا تشوف تتفاعلوا معنا مباشره على قناتنا الرسميه على فيسبوك جوابين، ولا تشوف تتفاعلوا معنا على القناه الرسميه على اليوتيوب جو اف ام. سيفنا اليوم كما قلت لكم في فقره فن الراب، سيفنا فنان رابور، فنان ياتي فنان من وصوله من جنسيه جزائريه ويعيش حاليا في جوهرة الساحل سوسة، وتحية كل مستمعين ومشاهدين في سوسة. خلينا نرحب بكل حب النجم والفنان الراب سامح هيستوريك. أهلا وسهلا سامح. أهلا وسهلا بك وكل مستمعي جو اف ام، شكرا على الاستضافة والاستدعاء الجميل، وتحياتي من أهل تونس. مرحبا بك سامح على جو اف ام. سامح هيستوريك فنان رابور جزائري، لكن تعرف عليك اكثر، من هو سامح؟ من هو سامح؟ كيفاش بدي تقول كيفاش بدي تقول الميتين راب؟ اوكي، انا سامح مرغادي، جنسيتي جزائريه، انا من اصول ولايه بسا. بدايه الراب كانت في حدود سنه 2011، والله بدايه كانت صدفه، لاني لما اكون يوم من الايام ما اعتقد اني يعني حنكون مغني راب، يعني كنت امارس هوايه اخرى خلال كنت فوتبولير، لكن الصدفه البحت اللي خلتني ندخل ضمن هذا، والحمد لله بدينا نشاركه في عده يعني تظاهرات، كانت تظاهرات محليه بسيطه المره الاولى بالتعاون مع بعض مع دور الشباب ومديريه الثقافه، بعض الجمعيات اللي نوجه لهم تحيه من هنا، بالاخص السيد منير خلف الله رئيس جمعيتي السابق. يعني الحمد لله يعني كانت بداية موفقة، والحمد لله على كل حال. الحمد لله. سامح فنان رابور جزائري، كنت مستقر في المغرب في طنجة، وبعد جيت إلى تونس. كي تحكي لنا تجربتك في المغرب، وعلاش اخترت أساسا تجي في تونس؟ هي والله تجربتي في المغرب كانت تجربة رائعة، يعني نوجه تحية لأهل المغرب طيبين، الإخوة يعني خوة تجور، يعني شيء ما يفرقنا ديما العروبة والإسلام واللي يجمعنا. تجربتي في المغرب والله كانت تجربة أضفت لي الكثير في المسيرة تاعي الفنية بالأخص، وتجربة شخصية، لكن والله أهل تونس عزيز علي يعني بزاف، وما خبيش عليك بعد بعدي على تونس حسيت بعد كبير، وتونس نعتبرها وطني الثاني يعني بعد الجزائر، لذا قررت اني نرجع ونسقر بسوسة، والحمد لله على كل حال. يعني بارك الله ما شاء الله عليك. سامح فنان رابور، كيف بدايتك في الراب في الجزائر كيفاش كانت؟ هل بدايتك انت كانت من الجزائر وبعد انتقلت من المغرب وبعد جيت لتونس، ولا كيف؟ لو كنت تحكي شويه اكثر تفاصيل. نعم، تفاصيل تبدا بالضبط. اول مشاركه لي يعني سرسان كانت في اول نوفمبر سنه 2011 بمديريه الثقافه بولايه بسا، كان تم استدعائي من طرف مديريه الثقافه باش نشارك في الاحتفاليه الرسميه امام وزير الثقافه، كانت بالضبط وزير الثقافه تم بالضبط. شاركت معها في 1 نوفمبر 2011، كانت بدايتي من الجزائر، ومن بعد انتقلت هنا لتونس وسيدي بوزيد بالضبط، من سيدي بوزيد ثم سوسة طنجة، طنجة كازابلانكا رجعت سوسة. يعني ما شاء الله. سامح تبارك الله، نحكي شوية على الميتين الفني في الراب، قديش عندك من الأغنيات؟ نعم، حاليا القناة الشخصية تاعي فيها ما يقارب حكايه 91 ألف مشترك، ويعني الحمد لله يعني مسيرتي انبعثت منها الروح كي جيت لتونس، يعني رجعت فيها الروح يعني المسيرة تاعي. عدد الأغاني حاليا يعني الموجودة ما يقارب حكايه 8 أغاني، لكن الإشكالية تاعي إني مانيش مبازي بزاف على اليوتيوب، ممكن البعد على السوشيال ميديا هو اللي اثر يعني بزاف على ظهوري اعلاميا وكذا. الحمد لله يعني بدينا نرجع للطريق، وبدينا مره ثانيه نرجع للمسيره تاعنا الفنيه، وان شاء الله الجاي احسن ان شاء الله تجور. كنت حكينا شغل غنيت انا شفت على القناه تاعك، قناه رسميه على اليوتيوب،
عندك معناتها غنيات مع ديو مع الفنانين راب كل شيء. احكي لنا شويه معناتها كيفاش جاتكم الفرصه باش تتعاملوا كل شيء تتعاملوا مع بعض. عندي ديو مع فنانه مغربيه ايضا نوجه لها تحيه كنزه اللي من طنجه من العرائش بالضبط. هو المشاركه الفنيه مع بعض الفنانين هنا في دوله تونس تعمل لي اضافه في المسيره الفنيه، وانا اخترت بعض الاسماء اللي نوجه لهم تحيه دائما اللي يعطوني الفرصه اني اشارك معاهم باش نبان معاهم. ولازم كمغني راب اجنبي لازم نحتك بال يعني فنانين يعني محليين باش نعطي اضافه اكثر لاسمي والمسيره تاعي. صديقي رفيق الاخت صابرين ثاني شاركت معها في اغاني الحمد لله يعني لاقت يعني اضافه لي في المسيره تاعي. شيء انواع موسيقى الغنيه اكيد فما في الميدان فن الراب فما كلام بثي في الـ في الـ في, الـ في الواحد معناتها بالنسبه لك انت سامع الاغاني اللي انت تغني فيها هل هي كانت من كلام فيها كلام بثي ولا؟ والله انا في معظم اغاني نتجنب الكلام البذيء يعني، وبرغم انه ثقافه الراب وثقافه الشارع وكلام بذيء يعني في الراب يعني هو عباره على كيف نقول هيك عباره على توصيل معلومه كل شخص يعني المعلومه تاعو اللي توصل. انا معظم اغاني تاعي يعني تريست يعني حسينة. نحكي على حكايه اجتماعيه يعني حياتي الشخصيه كل انسان يعني كل قلم يكتب على حسب الحاجه اللي يعيشها. تعرضت لمساءله قانونيه من طرف السلطات الجزائريه على اغنيه كوشمار اللي حاليا انا متابع بها قضائيا في الجزائر. ربي يعني ربي اعطونا يعني ربي يرجع الحق يعني بيسك علاش هما ما يحبوش كلمه الحق وين ما كنا يعني في تونس والجزائر يعني كشباب. لكن الحمد لله يعني الحمد لله نحن ما حبسناش عند المسيره تاعنا وبقينا متواصلين وان شاء الله كما يقول فهد التونسي الرخ لك يعني. اكيد ايه سمعنا حاجه شويه بعد ما نعمل شويه ارتياح موسيقى بعد نسمعوا شويه فريستايل كاغنيه نسمعوا المخرج ولا لايف متى يكون شيء الاغنيه سمعنا حاجه نقولوا حاجه الريح ظلمة ما كانت مغيمة دنيا كلمة حكمتني واحد الغمة شعلت الفيازة وقفت من بلاصتي حير اليوم ما فهمتش وصرالي الاستوار تاعي تقول لها اللغز كلها معقدة ما رش كنفرز قلت نكتب الحكاية بلا ما نكتب لو كان بقى سكت نتعذب وزد نتعب هزيت ستيلو ورجعت به اللورة حطيت ورقة بيضة بدأت تكتب نورمال ما عرفت من نبدا فهمت اش نقول قولي اش نسمي الاغنية تاع اليوم لا كستيو هذه مخبية من وراها خلاها لك تما في لفات سانجيوها نشفى عليها في 2020 الناس بلي سواري الناس كانوا بزاف اون بوليس دي سا سمنت شوي صيف جو كان حار تتنفس بالسيف نسيت باش نقول لك معايا نو بانا شجير بديكو اون كالي باجاش هذيك الساعه شويه تصفيق الله يسرك خليك عايش زي كان مخرج شو فهمي ولا ما فهميش ما زلت شوي سامع اكيد قلت لي تحب تعمل ديو مع الفنانين روتيريين فنانين شعبيين قلت لي انه عم تحب كنت باش تعمل فنانه ورده غضبان انا يعني عبر الاتصال مع بعض باش نديروا ديو ان شاء الله اذا كتب ربي علاش لا حاجه شرف ليا حاجه تضيف لي كثير في المسيره تاع الفنيه بالخاصه ان الفنانه ورده غضبان معروفه هنا في تونس كاسم فني وكشخصيه يعني متميزه الحمد لله يعني حنديروا إضافة في المرحلة الأخيرة كنت اتصلت بالأخ محمد أمين مصفاقس اللي نوجه له تحية صديق مغني الراب جنرال ثاني رانا كنا نسقنا العمل المشترك أنا وياه وجنرال مغني الراب مصفاقسي اللي نوجه له ثاني تحياتي وعندي خدمة إن شاء الله مع أمينو وحيدر من قبلي اللي ان شاء الله العمل العالم ما قريب ان شاء الله راح يحضر ويكون متواجد في اليوتيوب ان شاء الله ان شاء الله سامح فيزا فيزا الفيديو اللي شفناه احنا توا هي انا خالد فني في الاغنيه دوك انت تقول لنا شنو هذيك الاغنيه الاولى هذيك اغنيه بعنوان خينا العمل المشترك بيني وما بين الفنانه المغربيه كنزه أغنية تحكي على الواقع المعاش ما بين
شباب ويعني اغنيه تحكي على الواقع اللي عايشين فيه في الدومين يعني في معيشتنا دركا، والناس اللي تبدل العشره بالفلوس والناس اللي تبيع الناس على جال شيء. قمت بادائها التجربه شخصيه في حياتي، ومنها نقدمها لاي انسان يعني كانت عنده مضره في حياته والدنيا تجارب. ايه سامع شيء المواضيع اللي لغايه الحزين اغاني حزينه وكل شيء، شو المواضيع تنسوا تعمل تكون فيها؟ والله انا يعني ما عنديش ستايل معين يعني في الكتابه، يعني القلم ديالي عندي نكتب معظم اغانيه حزينه، هي مواضيع اجتماعيه لانه الواقع تاعنا حزين ما نخبوش على بعضنا، الواقع تاعنا المعيش في الجزائر وتونس واقع حزين ما بين الشباب، نحكي على البطاله، نحكي على الخيانه، نحكي على نقص الامكانيات في الحكومه، نحكي على تقصير المسؤولين في حق الشعب، نحكي على الظلم، يعني نحكي على يعني بزاف حوايج. الحمد لله يعني القلم تاعنا لاقى رواج، وانا كي نربح واحد في صفي احسن ما نربح 100 يعني ما يكونوش فاهمين المواضيع اللي نحكي فيها. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي الجاي احسن. وعندي بعض الاغاني يعني كوميرسيال، اغاني يعني ترفيهيه، يعني اغاني تاع امبيونس مثل اغنيه بايلا بايلا، عندي اغنيه جديده مع الاخ امينو اللي نوجه له تحيه من قبلي، ثاني عندي مع خدمه ان شاء الله حاجه مليحه ياسر، عندي اغنيه مع سلاموف، عندي يعني بزاف مشاريع ان شاء الله في القادم الجاي ان شاء الله يا رب. يعطيك الصحه سامح، نورتنا. كلمه ختام، شنو جديدك في الاخر؟ في الاخير والله نشكركم على الاستضافه وشكر جزيل يعني على الاستضافه تاعك، والحصه هذه يعني حضرت فيها حاجه زدت فيا. نوجه تحياتي للناس كل اللي واقفين معايا والناس كل يعني اللي كانوا في صفي في تونس ولا الجزائر، وبالطبع اهلي في الجزائر نقول لهم ان شاء الله عامه قريبه حنروح، ولكل الناس باعونا ومثاني نقدموا لهم تحيه ونقول لهم الدنيا ما يدوم شيء. شكرا لك سامح، نورنا وشرفنا. تونس بلدك الثاني، تونس الثاني خاوة تجر والله بيناتكم، ما نحكمش على شعب بعنصر واحد اكثر. شكرا لك، نسمع اغنيه مباشره ونعاودوا نستقبلوا ضيفنا الثاني.